فجأة حس بصداع ووجع وألم شديد في راسه، ما اهتمش بيه وكان بياخد مسكنات وبيقول أكيد إرهاق من الشغل. لحد ما رجع البيت واخد المسكن، كان دايما بيحس بالألم ويشك إن ممكن يكون إرهاق أو قلة نوم. وبعد إلحاح الزوجة راح للدكتور وكشف، والدكتور طلب منه شوية فحوصات وتحليل. وكانت الصدمة لما لقى إن نتيجة الأشعة والفحوصات غير مطمئنة. الدكتور قال له أنت إزاي سايب نفسك كل ده وإزاي قادر تتحمل الوجع؟ قال له خير يا دكتور طمني. قال له المسكنات كانت بتأجل إنك تيجي وتكتشف الموضوع لحد ما تطور معاك جدا. قال له يا دكتور خير أنا عندي إيه؟ ساب الألم وبصله، قال له أنت عندك كانسر في المخ ولازم تعمل عملية على الفور قبل ما ينتشر. كانت صدمة كبيرة جدا ليه، كان شقيان للنهار عشان يوفر كل قرش لأسرته علشان يعيشوا في حياة شبه كريمة. كان همه يأمن مستقبل ابنه الصغير اللي ما كملش 4 سنين من عمره. فجأة الموت بدأ يترسم قدام عينيه، يا رب ما عنديش مشكلة في المرض لكن ابني مين هيعوله؟ سلمت ليك أمري. وقال لمراته الفلوس اللي بحوش فيها ما تكفيش تكلفة العملية ويجوز تفشل وأموت، أنا مش هعمل العملية وانتو أحق بكل قرش. مراته صرخت وبكت كتير وقالت له لو هبيع هدومنا وناكل تراب لازم تعمل العملية، انت من بكرة هترتاح في البيت وانا اللي هنزل أدور على شغل لحد ما تقوم بالسلام، وان شاء الله هتقوم بالسلام. قال لها ربك اللي هيريد وهيكون. والدكتور قال لها لازم يعمل العملية. خد بعضه وراح شغله عادي، وتفوت أيام وبعديها اتصلوا بيها قالوا لها جوزك وقع في الشغل لازم يروح المستشفى حالا. راح المستشفى الدكتور قال لهم لازم يدخل عمليات حالا وأنا مش مسؤول عنه لو خرجته. المهم بدأت الزوجة تسأل عن تكاليف العملية وبدأت تبيع ذهابها وتستلف من كل قريب ليها. وفي وسط كل دوت دخل ابنها فتح الحصالة بتاعته وطلع منها جنيه وقال لها ماما خدي اعملي البابا العملية. انهارت طبعا من البكاء وحضنت ابنها جامد انه شايف وحاسس وبيقدم اللي يقدر عليه. طلعوا على المستشفى عشان تدفع جزء من فلوس العملية في الخزنة، وبدأ الدكتور يعمل شوية تحضيرات وتحاليل وأشعة للعملية، ويفاجأ إن المخ سليم وخالي من أي ورم. كل طاقم الدكاترة والمساعدين والممرضين كانوا في حالة ذهول، وبصوت واحد قالوا دي معجزة أكيد. خرج الدكتور علشان يتكلم مع الزوجة فجريت عليه وقالت له خير يا دكتور؟ قال لها جوزك سليم تماما، وفهمها كل اللي حصل وقال لها كل اللي جوزك محتاجه هي الراحة بعد العملية ومفيش ومش محتاج حاجة تاني. العبرة من القصة دي إن نقاء القلب والعشم في الله والثقة المطلقة في تدخل الله الحاسم والسريع قادر على نقل جبل، قادر على كل شيء سبحانه. ولو كل الدنيا قالت مشكلة ملهاش حل يكفيني الطمع في وجه الله الكريم